إلى موطنها الأصلي. عادت قطعة أثرية نفيسة منقوش عليها واحد من أقدم النصوص الأدبية والدينية البشرية في العالم، وهي حلم جلجامش. أكثر من 3500 سنة هو عمر هذا الرقم الطيني الذي هرب من العراق مطلع تسعينيات القرن الماضي، وتنقل في المزادات غير الشرعية حتى وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتقوم السلطات بمصادرته وإعادته إلى العراق بقرار من وزارة العدل الأمريكية. أهمية كبرى وعظيمة بالنسبة لنا اليوم من إعادة لوح جلجامش إلى أرض الوطن، إلى الهيئة العامة للآثار والتراث. طبعا هناك كانت رحلة طويلة لهذا اللوح. الولايات المتحدة الأمريكية سلطات العدل هناك عندما لاحظت بأنه هناك أوراق تم تزييفها لحيازة هذا اللوح، قامت بإيقاف عملية البيع والموجودة كانت هناك، وأمرت بمصادرة اللوح وأمرت بإعادة العراق. مراسم تسليم لوح جلجامش في وزارة الخارجية شهدت أيضا تسليم قطعتين ثمينتين إلى وزارة الثقافة، الأولى تمثال لكبش سومري، والثانية قطعة من أحد قصور الملك نبوخذ نصر. القطعة الثانية عبارة عن جزء من آجرة تعود إلى قصر الملك نبوخذ نصر الثاني بالعصر البابلي الحديث، اللي فترتها من 624 قبل الميلاد إلى 539 قبل الميلاد. القطعة الثالثة عبارة عن كبش مصنوع من حجر الكلس يعود إلى فترة فجر السلالات الثالث، اللي فترتها من 2900 قبل الميلاد إلى 2371 قبل الميلاد. القطعة مهمة جدا من تاريخ العراق. هذه القطع المعروضة هي من بين 17,000 قطعة أثرية التي استعادها العراق من الولايات المتحدة خلال زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن في تموز الماضي، وهي أكبر مجموعة أثرية تستعيدها البلاد دفعة واحدة. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية.